دكتور ميكولا، يعني لولا التنسيق مع روسيا ربما لما تمت زيارة الزعماء الأوروبيين اليوم إلى كييف، وهي زيارة هيك يعني معنوية لا أهمية كبرى لها، شكلية ليس أكثر. بصراحة لا أعتقد أن كان هناك أي تنسيق مع روسيا في هذه المسألة، ونحن نعرف جيدا أن عند كل زيارة من الزعماء الغربيين تكثف روسيا قصف المناطق الأوكرانية، واليوم سمعت سفرات الإنذار في جميع مقاطعات وفي العاصمة كييف أيضا. هذا رد واضح من طرف بوتين على كل هذه الزيارات. هكذا كان عندما جاء بوريس جونسون، عندما جاء باريل وزعماء آخرون. نعم. وبالنسبة لي طيب دكتور، ما الذي سيبنى على هذه الزيارة؟ تمام، الآن جاء 4 زعماء أوروبيون التقوا بزيلنسكي وقاموا بجولات ميدانية، طيب ماذا بعد؟ كيف ستترجم هذه الزيارة دعما حاسما لصالح أوكرانيا، وهي التي تخوض ما زالت حتى اللحظة معارك طاحنة بوجه الغاز الروسي؟ نعم، هناك يعني نتائج مختلفة لهذه الزيارة. على سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن بلاده ستزيد توريد الأسلحة. سابقا كان من المتوقع أن تورد 12 مدفع هاوتزر، والآن أعلن عن 18. هذا أولا، ولكن هذا ليس أهم شيء. أهم من ذلك أكثر مسألة منح أوكرانيا وضعية المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر هذا الموضوع سيناقش غدا في الاجتماع. وطبعا إذا كانت الدول الأوروبية الكبرى مع أوكرانيا إلى جانب أوكرانيا في هذه القضية، هذا يعني دعما مهما جدا، وهذه هي طيب هنا دكتور الأستاذ حسن هنا أشار بالتحديد إلى الموقف الفرنسي وما تمثله زيارة إيمانويل ماكرون بالتحديد ضمن زيارة الزعماء الأوروبيين. هل تعولون الآن على تغير جوهري في الموقف الفرنسي الذي كان ربما نوعا ما يعني متفاهما مع الروس إذا بدك؟ نعم، سابقا قد قال الرئيس ماكرون لا يجوز إدلال بوتين مثلا، وكانت مثل هذه الأقوال، والآن من الواضح أنه غير موقفه ويقول إن أوكرانيا يجب أن تنتصر في هذه الحرب، ويجب أن تسترجع الأراضي المحتلة. هذا يعني وتحدث عن رسالة وحدة، تحدث عن مفهوم الوحدة الآن في مواجهة روسيا. هل هناك انقلاب في الموقف الفرنسي دكتور على روسيا بشكل كامل؟ لا أظن بشكل كامل. طبعا هناك تعاون بين فرنسا وروسيا، فرنسا تشتري الغاز الروسي يعني وتدفع المال، ويحاول الرئيس الفرنسي يواصل محاولاته للتفاوض وتفاهم مع الرئيس الروسي، ولكن مع ذلك هذا ليس انقلابا كاملا وتاما، ولكن يوجد هناك تغير في الموقف. مرة أخرى دكتور، نتائج هذه الزيارة كيف ستترجم في الميدان ميدانيا؟ ميدانيا إذا تكلمنا عن ميدان القتال، لا أظن أنها ستؤثر في الوقت القريب بشكل جذري. يعني ما أشار إليه ضيفنا الأستاذ حسن صحيح، أن هذه الزيارة دعم معنوي ليس أكثر، ولكن كما قلت في ميدان القتال.
في وهو الأهم وهو الأهم أليس كذلك؟ نعم هو مهم، ولكن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أيضا أمر مهم جدا. هناك جبهات مختلفة في هذه الحرب، والجبهة المعلوماتية والاقتصادية وجبهة العقوبات ونحو والدبلوماسية ونحو ذلك. وفي هذا الميدان، في هذه الميدانات الأخرى، هذه زيارة مهمة جداً.